عليكم. مستوى الرابع، إذا درس اليوم هو مساحة المستطيل والمربع. إذا قد سبق أن تعرفنا على وحدة قياس المساحة، تعرفنا على المستطيل وعلى المربع. إذا كنعرفوا بأن المربع بأن جميع الأضلاع عنده متقايسة، وبأن المستطيل كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذا لاحظ، نمر لأكتشف النشاط الأول، أقيس وأحسب ثم أملأ الجدولين. إذا لاحظوا جيدا هنا، لدينا المستطيل، لاحظوا جدول المستطيل A و B. المطلوب عدد التربيعات، قياس الطول، قياس العرض، قياس المساحة، المساحة اللي كتساوي الطول في العرض. إذا غنشوفوا مستطيل A، إذا عدد التربيعات، المطلوب عدد التربيعات، إذا سنقوم بحساب عدد التربيعات. إذا غتحسبوا معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذا لدينا 15 تربيعة. قياس الطول، إذا نلاحظ بالنسبة للطول، إذا 1 2 3 4 5، إذا لدينا 5. قياس العرض، 1 2 3، إذا لدينا 3. إذا قياس المساحة، 5 × F، عدد تربيعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، إذا 9 تربيعات. قياس الضلع، إذا 3. قياس المساحة، 3 × 3، إذا 9 سنتيمتر مربع. إذا غنمشيو سؤال ج، قارنوا بين عدد تربيعات والجودة L و L، يعني طول في العرض، و C في C، يعني كوتي في كوتي، و ضلع في ضلع. إذا لاحظوا جيدا، عدد تربيعات 25، مساحة 25، إذا لدينا عدد تربيعات تساوي الجودة. كذلك بالنسبة للمستطيلات، عدد تربيعات تساوي مساحة المستطيل، يعني الجودة ديال الطول في العرض. هذا هو بالنسبة ل ج في 3، إذا 15. لكن 15 ماذا؟ 15 تربيعة، لكن لاحظوا جيدا هذا القياس ديال كل مربع، قياس ضلعه 1 سنتيمتر، يعني مساحته 1 سنتيمتر مربع. إذا هنا 15 سنتيمتر مربع. إذا غنشوفو مستطيل بي، المستطيل بي، إذا غنحسبو عدد التربيعات 1 2 3 4 5 6 7 8، نكتبو عدد التربيعات 8. قياس الطول 4، قياس العرض 2، 4 × 2 = 8، 8 سنتيمتر مربع. إذا غنمرو لجدول الثاني، المربع او و اف. إذا غنشوفو المربع اف او، إذا عدد تربيعات، نحسبو عدد تربيعات، إذا 5 10 15 20 25، إذا 25 تربيعة. قياس الضلع، لأن مربع جميع الأضلاع متقايسة، إذا قياس ضلع واحد هو 1 2 3 4 5، إذا 5 سنتيمتر. قياس المساحة، إذا فهو ضلع في ضلع، إذا 5 × 5 = 25 سنتيمتر مربع. نشوفوا مربع F. إذا كتلاحظوا بالنسبة للنشاط الثاني، ألاحظ وأحسب مساحة المستطيل A بعد التقطيع والتجميع مع مساحة متوازي الأضلاع B. إذا لاحظوا المستطيل A، إذا طوله 4 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذا سنقوم بعملية التقطيع وإعادة التركيب. إذا حاولنا هذا الجزء اللي قطعنا عودنا ركبناه في الجهة الأخرى. لاحظوا جيدا، هذا الجزء اللي قطعنا من هنا عودنا ركبناه هنا، فهم؟ إذا شعطانا أعطانا الشكل عبارة عن متوازي الأضلاع. إذا بالنسبة لي هاد متوازي الأضلاع، يعني مزنا ما نقصنا غير الأجزاء عودنا ركبنا، قطعنا وعودنا ركبناها. إذا مساحة متوازي الأضلاع فهي نفسها مساحة المستطيل، ومساحة المستطيل قلنا هي الطول في العرض. إذا بالنسبة للطول في العرض، طول في العرض يعني 4 × 3، إذا تساوي 12 سنتيمتر مربع. إذا سنمر لي صفحة 81 تمرن. 18 قسمة 2، إذا تساوي 9 سنتيمتر مربع. أنشئ مستطيلا آخر له مساحة A B C D نفسها. إذا عندنا المساحة هي 18،
إذا عندنا طريقة أخرى، إما 6 × 3 أو 2 × 9. إذا الرسم مستطيل آخر طوله 9 سنتيمتر، طوله 9 سنتيمتر وعرضه 2 سنتيمتر. رسم بعد الزاوية القائمة باش نحدو 2 سنتيمتر، إذن فوالا 2 سنتيمتر. ثم نتمم بالبركار، نأخذ الطول، لاحظوا جيدا، إذن الطول المقابل ديالو سيبقى نفسه هو 9 سنتيمتر. ثم نأخذ قياس العرض 2 سنتيمتر، إذن حددنا نفس المستطيل، يعني مستطيل مخالف له لكن لديه نفس المساحة. نمر للصفحة 81 فقرة أتمرن نشاط 3، أعيد رسم المستطيل A B C D وأحسب. إذن هنا لدينا المستطيل A B C D، طوله 6 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. إذن سنقوم بإعادة رسمه. إذن نقوم أولا ضلع بي سي من 0 حتى 6، إذن سي بي، إذن نحسبو 3 سنتيمتر هو العرض. إذن باش نرسمو مستطيل كنعرفو بأن عندو 4 زوايا قائمة، 4 زوايا قائمة، إذن غنستعملو قوس. إذن نرسمو قوس، إذن ضلع زاوية قائمة، ولكن شحال فيها؟ هنا 3 سنتيمتر، إذن هنا 3. إذن لاحظتم نفس المستطيلين مختلفين لكن لديهم نفس المساحة. إذن هنا المساحة تساوي 18 سنتيمتر مربع، هنا المساحة كذلك تساوي 18 سنتيمتر مربع. إذن سنمر للنشاط 4. إذن ألاحظ الجدول ثم أنشئ المستطيلات A و B و C على دفتاري. إذن بالنسبة للمستطيلات أولا نملأ الجدول. إذن لاحظوا جيدا لدينا المستطيل A، مستطيل C، مستطيل B، طول والعرض ثم المساحة. إذن لكن لاحظوا جيدا 1 ديسيمتر وهنا 8 سنتيمتر، إذن يجب أن نحدد نفس الوحدة، إذن ما يمكنش نضربو 1 في 8 لأن الوحدات مختلفة. إذن سنحول ديسيمتر إلى سنتيمتر تولي 10 سنتيمتر، إذن 10 × 8 = 80 سنتيمتر مربع. نمرو لـ C، لدينا نفس الوحدة هي سنتيمتر، 7 × 4 = 28 سنتيمتر مربع. بالنسبة لـ B 5 × 20 لكن 20 ملم نحولها للسنتيمتر تولي هي 2، إذن تساوي 2 سنتيمتر، إذن 5 × 2 تساوي 10 سنتيمتر مربع. إذن لدينا 6 سنتيمتر، إذن الضلع المقابل كذلك 6 سنتيمتر. ثم نأخذ قياس العرض 3 سنتيمتر، إذن الضلع المقابل ديالو نرسم قوس ثاني 3 سنتيمتر. ثم نصل A ب النقطة التي حصلنا عليها و C بنفس النقطة، ثم قد قمنا برسم المستطيل. إذن المستطيل A B C D، إذن 6 سنتيمتر و 3 سنتيمتر. إذن المطلوب ما هي مساحة المستطيل A B C D؟ إذن عرفنا بأن مساحة المستطيل A B C D هي الطول في العرض، يعني 6 × 3 إذن تساوي 18 سنتيمتر مربع. مساحة المثلث A B C، إذن مساحة المثلث، إذن ماذا قمنا؟ قمنا لنحصل على المثلث قمنا برسم قطر ديال هذا المستطيل. إذا حصلنا على مثلثين، إذا المثلث مساحة المثلث هي نصف مساحة المستطيل، يعني هو رسم أو إنشاء A B و C، A B و C على دفتر. إذا ستقومون أنتم ب
إنشاء هذه المستطيلات، بما أنكم تعرفتم على كيف ننشئ المستطيل. إذن هذا